مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم 60 دقيقة. النهاردة هنتكلم عن موضوع يخص كل بيت مصري، وهو موضوع العشوائيات. موضوع العشوائيات اللي كل مصر بتتكلم عنه، هو احنا ليه النهاردة الدولة بتنقل بعض الناس من الأماكن وتوديهم أماكن أكثر أمانا وأكثر تحضرا وتمدنا. النهاردة بنتكلم عن تصنيف العشوائيات، ايه هي تصنيف العشوائيات والمنطقة اللي انا قاعد فيها، هل هي هتتطور او مش هتتطور، هل انا من الناس اللي المنطقة بتاعتي هيكون الدولة هتقوم بإزالتها ونقل السكان بتوعها لأماكن اكثر تحضرا ام لا. النهاردة معانا دكتور إيهاب الحنفي، المتحدث والمنسق العام لصندوق تطوير العشوائيات برئاسة مجلس الوزراء. أهلا حضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. بداية كنا عايزين نسأل حضرتك، عايزين نعرف تصنيف العشوائيات، يعني عايزين نعرف الناس التصنيف العشوائيات إيه؟ تمام، هو خليني بس أوضح في البداية، وطبعا في إحنا بنقول يعني لفظ عشوائيات ده لفظ يعني كبير شوية. احنا في الحقيقه شغالين في الاول احنا بنقول المناطق العشوائيه غير الامنه، عشان هو في خلط يمكن مع الناس ان احنا لما صنفنا العشوائيات بالنسبه لنا احنا اللي هو اللي واخده اولويه اللي هي المناطق الغير امنه. احنا اول ما قلنا احنا عاملين حاجه اسمها الخريطه القوميه للمناطق العشوائيه غير الامنه، ليها معايير امان زي ما حضرتك قلت. في تصنيفات، احنا عندنا اربع درجات من درجات الخطوره اللي هي درجه اولى وثانيه وثالثه ورابعه. الدرجة الأولى دي اللي احنا بنقول عليها المناطق المهددة للحياة، اللي احنا اللي هي يعني في مخرات سيول أو منطقة معرضة للانهيارات زي منشية ناصر مثلا. في الدرجة الثانية دي المناطق اللي بنقول عليها سكن غير ملائم. سكن غير ملائم بمعنى ان هي يعني بيوت مبنية من بواقي مواد البناء، الأسقف خشبية، دي تعتبر سكن غير ملائم أو العشش طبعا يعني، وده كتير جدا الملف اللي احنا شغالين فيه. الدرجه الثالثه اللي احنا بنقول عليها بتمثل خطوره على حياه على صحه الانسان، اللي هو سواء بقى تحت خطوط ضغط عالي، في مشاكل في صرف صحي ومياه الشرب النقيه، دي درجه برده من درجات الخطوره. الدرجه الرابعه ودي اقلهم اللي هي احنا بنقول ايه تامين الحيازه، اللي هو قاعد على يعني ارض وباني عليها وبقاله فتره كبيره جدا بس حيازته مش مؤمنه، يعني هو احنا بنقول عليها اللي هو يعتبر تعدي يعني. تمام. بس هو بقاله فترة كبيرة ومقيم وباني يعني الحالة الإنشائية كويسة بس معهوش حيازة، بيفتقد للحيازة. احنا بالنسبة لنا هو ده كان الملف في الحقيقة اللي احنا واخدينه، هو ده الاهتمام الدولة في الفترة دي اللي يمكن توجيهات القيادة السياسية اللي احنا ننتهي منه خلال 2020. برضو أوضح ان احنا عملنا حاجة زي ما قلت حضرتك اسمها الخريطة القومية. احنا عندنا المناطق العشوائية أول ما ابتدينا كان 404، هي الخريطة القومية دي حاجة دايناميك بمعنى ان ممكن في مناطق تزيد وفي مناطق تقل، فالخريطه كل شويه العدد بيفرق شويه. فاحنا اول ما ابتدينا كان 404 منطقه، عشان كده انا حبيت اوضح ان في، لان لفظ عشوائيات بيشمل حاجات كتيره جدا. احنا اول ما قلنا 404 كان لسه ما حدش يعرف، يمكن كان ده اول تصنيف الصندوق يعمله للمناطق الغير امنه اللي هي سلام، يعني هو ده تعريف طبعا يعني خارجي بس احنا مصرناه. كانوا بيستغربوا ان العدد 404، يقول لك لا ده مصر كلها عشوائيات، ده احنا عندنا اكتر من 1600 منطقه يعني متسجلين عشوائيات. احنا بنقول عشان كده بنوضح ان في مناطق عشوائيه غير امنه اللي هي بتمثل 1% من العمران في مصر، عندنا مناطق غير مخططه وهي دي في الحقيقه القضيه الكبيره جدا لان هي بتمثل من 37 ل 40% من العمران، وده اللي الناس دايما بتقول عليه بقى ان احنا عندنا 152 الف فدان، دي مناطق عشوائيه غير مخططه. القضيه الاولانيه اللي احنا شغالين عليها، احنا بعد ما يمكن خدنا تكليف من القياده السياسيه تحديدا لما سياده الرئيس افتتح الاسمرات 1 و2 في شهر 5 2016، هو يمكن ساعتها حددنا بالظبط بقى العدد، وعلشان تعرف يعني بيبقى لازم نحدد التكلفه هتبقى قد ايه، فتره قد ايه نقدر اللي هيجي. لا وكمان هو سياده الرئيس يعني بيحب دايما يعني في مواعيد محدده، احنا كان لينا خطه طموحه ان احنا يعني الموضوع يخلص يعني لانه القضيه كبيره في الحقيقه مش سهله. وهو ده يمكن الملف اللي احنا بنخلصه نهايه 2020 ان شاء الله، اللي هم كانوا 357 منطقه فيهم 240 الف وحده سكنيه، دول محتاجين يتطوروا سواء بقى التطوير. احنا عندنا يمكن حضرتك ذكرت في البدايه كده احنا مش كل الناس بتتنقل، احنا عندنا الاساس ان احنا بنقول التطوير في نفس المكان او اقرب مكان، لان يمكن استفدنا من التجارب السابقه كلها، انت عارف يعني قضيه تطوير العشوائيات دي بيتكلموا فيها
من 30 40 سنه وما كانتش بتتحل. لا واحنا شفنا كمان السيده زينب، يعني في حي السيده زينب النهارده احنا بنشوف طفره احنا ما شفناهاش في حياتنا، احنا بنشوف هو تطور الحقيقة الملف مش طبيعي. يمكن يعني الملف اتدرس بطريقه مختلفه شويه، احنا يمكن في الصندوق ابتدينا درسنا كل التجارب السابقه، شفنا ايه مشكله التطويل العشوائي اللي كان بيحصل. يمكن كان المشكله قبل كده ان انت لما يعني بتنقل الناس لاماكن بعيده دي كانت بتبقى مشكله كبيره، طبعا. الناس يبتدوا يروحوا هناك، وللاسف كان بيتنقلوا لمناطق ما فيهاش خدمات، بالتالي اللي عندهم اولاد ما فيش مدارس، ما فيش خدمات صحيه، خدمات يعني حتى دور عباده يعني، فما كانش فيه خدمات خالص، فبيروح يستلم وحدته وبعد كده بيتخلص منها باي شكل كان ويرجع يعمل عشوائيات جديده. عشان كده احنا حطينا يمكن الاساس عندنا ان احنا التطوير في نفس المكان، ده المبدا الاولاني، او في اقرب مكان، لان في مناطق ما ينفعش ان انا اطور في نفس المكان اللي هي المناطق الدرجه الاولى اللي انا بقول لحضرتك اللي هي معرضه لانهيارات جبليه او مخرات سيول، ده طبعا صعب جدا ان انا يعني اطورها في نفس المكان لان هي معرضه لمخاطر اصلا. فهي المناطق دي اللي هو بقى هنلاقي عندنا في كام مشروع قومي اللي احنا عاملينهم في القاهره مثلا، اللي هو مثلا مشروع الاسمرات 1 و2 و3 ده 18300 وحده، ده مشروع بيتنقل ليه مناطق، يعني احنا حوالي 13 منطقه عشوائيه في القاهره هيتنقلوا للاسمرات بي بمناسبه حي الاسمرات كنا عايزين نعرف النهارده لو انا من سكان مثلا منطقه معينه اتنقلت لحي الاسمرات، ايه هي الشروط او بناء على ايه حضرتك بتدي وحده مقابل وحده ولا ايه؟ احنا سمعنا اقاويل كتير جدا بتقول ان هم في ناس بتقعد ده ايجار مش تمليك، وفي ناس بتقول لا احنا بناخدها بجزء وبندفع اقساط، فكنا عايزين نعرف حضرتك تفاصيل الموضوع ده ايه. تمام. هو بص حضرتك، هو معظم المناطق العشوائيه دي بيبقوا ناس قاعدين ايجارات، تمام؟ فهو زي ما هو مستاجر بس ماجر عشه، لا هو هيروح يقعد ماجر يعني في وحده سكنيه، تمام؟ وبتبقى الجيلين يعني ربنا يديهم العمر يعني، تمام؟ تمام. وفي الحقيقه يعني ما فيش حد اعتقد يعني بيبقى قاعد في شقه وهيطلع يعني اقصد الدوله طالما وفرت حياه كريمه وفي التزام من المواطن، ما يعني احنا عاملين عقود مثلا ان ما ينفعش يبيع، هو في حاله انه باع دي طبعا بتتسحب منه، واللي بيستفيد من الدوله مره مش هيستفيد تاني، تمام؟ انما في اللي كان قاعد في حاجه بيملكها ده بيروح ياخد طبعا حاجه تمليك برضه. يعني احنا نوضح للساده المشاهدين ان انا النهارده لو انا قاعد في منطقه عشوائيه ايجار الدوله بتوفر لي نفس الحاجه ايجار، لو انا النهارده مع الفارق بقى انت عارف حضرتك المناطق العشوائيه الناس دي بيبقى دورات مياه مشتركه، يعني حضرتك يمكن اتكلمت من شويه عن روضه السيده اللي كانت تل العقارب، العرب دي لو حد كان راحها قبل التطوير طبعا ده طفره مش طبيعيه، هو ما كانش حد بيقدر يخش جوه المنطقه من مدارس يعني. ومحلات وتنظيمات وتنظيم شوارع والنسق المعماري المعمول، احنا يمكن برضو ويمكن دي من ضمن يعني الرؤيه اللي بقت مختلفه للدوله دلوقتي، ان انا اي مشروع بينشا بيبقى كامل الخدمات، وفي نفس الوقت الطراز المعماري ده بنراعيه برضو، يعني مثلا السيده زينب دي القاهره الاسلاميه او الفاطميه يعني، فبالتالي بيبقى النسق المعماري اللي هو الاسلامي، نلاقي مثلا منطقه مازبيرو دي القاهره الخديويه برضو بيبقى نفس النسق المعماري، نعمل الطراز بتاع الطراز بالظبط بتاع المكان. طب نرجع مصر تاني، تمام. ده بالنسبه للمناطق بقى اللي هي يعني بتتحط تحت عشوائيات بس يعني في الدرجه الرابعه زي ما حضرتك بتقول التطوير فيها، يعني مثلا انا النهارده عندي مناطق مبنيه ابراج في عشوائيات، ابراج 13 دور و14 دور، طبعا دي بيتم عليها المصالحات حاليا، ايه الخطه بتاعتها؟ يعني احنا النهارده عملنا مصالحات وعملنا كل حاجه، طبعا المنطقه دي فقيره في الخدمات، فقيره في الصرف الصحي، فقيره في كل حاجه، ايه الخطه بتاعت التطوير بتاعتها؟ هو بص انا برضو اوضح ان احنا زي ما قلت حضرتك احنا يمكن الصندوق شغال على ثلاث مراحل، احنا عندنا اللي هي مرحله قصيره المدى، في متوسطه وفي طويله المدى. المرحله قصيره المدى اللي احنا بنقول عليها اللي واحد تنتهي 2020، وفي يمكن حوالي ست مشروعات دول اللي ابتدوا متاخر، اللي هو من ضمنهم مثلث مازبيرو، وفي ارض 18 الحربي، وفي منطقه اللي كان يطلق عليها زبالين 15 مايو اللي هي في يمكن السيول اللي حصلت، تمام. في شهر 3 اللي فات دي دلوقتي بقت زهور 15 مايو، فده مشروع ابتدى من شهر 6 فهيمتد شويه ل 21، فدي المرحله الاولى ان احنا بنقول القضاء على المناطق العشوائيه غير الامنه لانها بتمثل خطوره على حياه الانسان، عشان كده دي ليها الاولويه. المرحله الثانيه يمكن ده الجزء اللي حضرتك بتتكلم فيه بقى اللي احنا بنقول من 2020 هينتهي 2030، تمام. دي اللي هو التعامل بقى مع المناطق العشوائيه غير المخططه، غير مخطط اللي احنا بنقول عليها انشئت في غيبه من القانون زي ما حضرتك قلت من شويه ان في التصالح اللي بيحصل،
بس التصالح في الحقيقه ليه معايير كتيره، هي دي مش بتاعتنا احنا كصندوق طبعا، بس هو اكيد يعني محطوط له معايير عشان ما مش هنفع اتصالح على اي مبنى اكيد ليه يعني في معايير معينه. فبالتالي ان هي انشات في غيبه من القانون يبقى المرافق زي ما حضرتك قلت ما بتستوعبش التصرفات، لان هي المفروض مثلا الاشتراطات مثلا مش اربع اشتراطات ادوار بالظبط، احنا بنبني ابراج بيبني 13 في 4 ادوار في بالظبط، شارع فبالتالي كامل. الدنيا طبعا يعني حاجه مش قانونيه، وفي نفس الوقت عروض الشوارع ما تسمحش في حاله حدوث حرائق او اي حاجه. فدي يمكن المرحله بقى اللي انا بقول لحضرتك عليها، اللي هي المناطق الغير مخططه اللي بتمثل 37% من العمران، وفي نفس الوقت برضو الاسواق العشوائيه. يمكن الملفين دول اللي احنا شغالين عليهم اللي هو الفتره اللي جايه، ومرصد لهم مبلغ كبير في الحقيقه. انا برضو اقول سريعا المناطق الغير امنه 38.5 مليار، المناطق الغير مخططه 318، ممكن تزيد طبعا احنا خلال 10 سنين. الاسواق العشوائيه 44 مليار. يعني بالتالي الدوله يعني واضح جدا من المبالغ اللي بتدفع عشان توفير حياه كريمه، ففي يعني يعني تاكيد من القياده السياسيه ان احنا لازم نقضي على الظاهره بمناسبة العشوائيه. الأسواق، هل الأسواق دي برضو الأسواق العشوائية دي في نطاق العشوائيات؟ يعني حضرتك النهاردة احنا ما بنشوف انا بقول أسواق لحضرتك هو دي بتنقل، أسواق بتبقى في قمة العشوائية، النهاردة بنشوف أسواق زي في أسواق توشكا، وفي أسواق زي النهاردة بنشوف سوق الجمعة بيتنقل في مكان حضاري ما ده من وليه ضمن الاسواق اللي احنا عاملينها، اللي هو سوق التونسي، اللي هو بالظبط. التونسي أيوه اللي اللي هو هو سوق بيحوي التونسي خمس اسواق معاه، اللي هو سوق الجمعه وسوق الاساس بالظبط. ده طبعا ده من ضمن الاسواق. احنا يعني احنا عاملين نماذج، احنا في 20 سوق اتنفذوا وفي 20 سوق شغالين فيهم الفتره ديت. احنا عندنا اجمالي الاسواق العشوائيه، احنا فيها تصنيف، عندنا تصنيف زمني ونشاط. يعني انا عندي مثلا السوق اليومي الاسبوعي الموسمي، تمام. ده ليه تصنيف. عندنا التصنيف كمان اللي هو سوق غذائي او مواد بناء، يعني حسب التصنيف ده موجود عندنا. فاحنا عندنا 1105 سوق، في طبعا اسواق زي ما حضرتك قلت، في اسواق اتنفذت، وده برضو في الفتره اللي هي متوسطه المدى اللي احنا شغالين عليها. طويله المدى ده اللي احنا بنقول بقى ليه، اللي هو التطوير العمراني او التنميه العمرانيه، ان احنا انتهينا خلاص من تطوير المناطق العشوائيه، وبنبتدي نحد بقى من ظهور مناطق عشوائيه جديده. يعني ما ينفعش بعد ما الدولة يعني بتصرف كل المصاريف دي لتطوير العشوائيات والاقي تاني عشوائيات جديدة بتظهر. عقاب اللي بينزل النهارده يبني في عشوائيات تاني، في حين ان احنا لا كنا اعتقد، بص واقف. عليك يعني، واحنا بنقول الدولة يعني اعتقد ان هي قامت بالدور اللي عليها وكويس جدا، ما كانش حد مصدق. احنا يمكن جالنا زيارات من دول خارجية ودول كبيرة في بنعمل الحقيقة، طفرة مش طبيعية. كله مستغرب، كله مستغرب ان احنا خلال الفترة دي الدولة نجحت ان هي تعمل المشروعات الضخمة اللي حصلت. فبالتالي بعد الكلام اللي حصل ده، الدولة مش هتسمح ان في حد يتجاوز القانون، في قوانين العقود محطوطة. بتاعتها ايه؟ يعني احنا النهارده حضرتك في منطقه عشوائيه، حضرتك طورت وبتعمل، بدا حد يظهر تاني يبني في المنطقه اللي انا طورت فيها وعملت فيها، في حين غفله من الاحياء. لا او بص حضرتك، هو دي على طول بتتسحب منه. يعني في يمكن كل المشروعات اللي بتتم دلوقتي من خلال الدوله، الصندوق بينفذها مع المحافظات. احنا كل المشروعات دي لازم بيبقى ليها اداره مختصه، لان انا ما ينفعش انشئ مجتمع سكني حضاري. يعني اعتقد الناس كلها شايفه مستوى العمران اللي بيحصل دلوقتي، وبعدين اسيبها تتبهدل زي المساكن الشعبيه اللي كنا بنقول عليها زمان. فالكلام ده مرفوض. كل مشروع ليه اداره متكامله، هيكل اداري كامل. في نفس الوقت الايجارات، يمكن احنا ايجارات على فكره بتبقى رمزيه، يعني ما يعتبرش مبالغ كبيره، والايجارات دي متاخده نظير ان انا يعني مثلا عندنا الاسمرات في شركات مختصه بالصيانه، لان انت عارف الاسمرات ثلاثه تحديدا ارضي وتسع ادوار، ففيها كل عماره فيها اتنين اسانسير. ما شفنا يعني شايفين طفره، احنا شايفين بالظبط. النهارده فانا مش هينفع ان انا عشوائيات اسيب الكلام اتحولت ده يعني، لملاعب ومدارس وملاعب وبياخدوا ومساجد. بطولات وبياخدوا يعني، لا الدنيا مختلفه جدا. فما ينفعش ان انا يعني يبقى المستوى ده واسيب الدنيا تتبهدل هي تاني. النقطة اللي ممكن نكون في ناس بتستغلها أو بيفهموا الناس، إن هي الناس فاهمة إن أنا بمتلك وحدة سكنية في منطقة عشوائية، فالدولة بتاخدها مني وبتديني حاجة سكنية، فده اللي أنا النقطة خليني بس أكتر اوضح، نقطة. انت عارف حقيقة ما فيش منطقة عشوائية حد بيملك حاجة، عشان نبقى واضحين. كل المناطق العشوائية ده تعديات على أراضي الدولة. تمام. يعني في دول أخرى لما بيحصل كده، ده يعني بيسحبوا منه وبتحاسب الوحدة وبيتحاسب عليها، ان انت بقالك دلوقتي 10 سنين قاعد على ارض مش بيتحاسب على ارضك، 10 سنين. طب اتفضل ادفع بقى القيمة بتاعتك. فيعني لا، انا اعتقد يعني القيادة السياسية يعني اللي هم احنا رافضين المظهر العشوائي اللي موجود
فحته ان حد بنفهم بيملك الناس علشان ما حدش يلعب، اصل برضو في ناس من اهالينا ناس بسيطه هو مش مستوعب ده. فانا النهارده ممكن في بعض الناس بتقول لك لا دي الدوله بتاخد، لا هي الدوله ما بتاخدش، ده اللي احنا بنفهمه لا بص للناس. هيك، هو طبعا هو الدستور المصري واضح جدا، الملكيه الخاصه مصونه، ما حدش يقدر يقرب لها الا في حالات ان انا يعني في حاله ان انا بطور منطقه، دي منطقه معرضه للانهيار، فانا لما بطورها بيبقى في مقيم، وعلى فكره مقيم محايد، يعني ما بيبقاش مقيم من المحافظه او من الصندوق او لا، ده بيبقى مقيم محايد ومسجل في البنك المركزي، بيبتدي يقيم المنطقه وهو ده اللي يعني بيتعوض نقدي او بيتعوض بوحده بديله. تمام. وده في الحقيقه يعني احنا يمكن الحاله بس اللي ظهرت معانا اللي هي مشروع ماسبيرو، هو الوحيد يمكن اللي كان فيه بعض الناس بيملكوا في ماسبيرو، ودول عشان كده راحوا الاسمرات واخدين وحدات ده اللي احنا سكنيه تمليك بنوضحه للناس. حاجة وبياخدوا تانية تعويض طبعا على الاراضي اللي بيملكوها يعني، طبعا. برضو المنطقة بتاعة 15 مايو اللي هي بيطلق عليها منطقة الزرايط. الزرايب، تمام، ده احنا عايزين شفت فيهم بعض الناس بتاخد تعويضات. بص هيك هو الزرايب الموضوع مختلف شويه، لان احنا في الحقيقه كنا عاملين سد، احنا كصندوق تمام. عملنا سد لان هي دي في مقر السيل، وهو الناس كانوا مصممين ان هو يقعدوا في نفس المكان. بعد حوارات وبعد اخذنا راي الجهات يعني اللي هي الفنيه مثلا زي وزاره الري، فاتقال ان احنا ممكن نعمل سد ان هو يحول مجرى السيل. ما كانش حد متوقع ان كميه السيول تبقى تعلى بالطريقه كده. ديت، فعشان كده يمكن في التفكير التاني ان احنا ابتدينا خدنا ارض بديله بعيده شويه، يعني هي مش بعيده قوي، حوالي 4 كيلو، لان هم مرتبطين بشغلهم في الفرز، تمام. فالجزئيه دي لازم يبقى ليهم مكان. وعلى فكره احنا مشروع عاملينه يعني عمارات سكنيه وفي حظائر تربيه وفي اماكن للفرز، يعني احنا عاملين يعتبر زي احنا بنقول عليها هناجر مثلا، 3 هناجر، الهنجر 5 فدان عشان يبتدوا يفرزوا فيهم شغلهم. بل بالعكس احنا يمكن في الفترة دي تواصل مع يعني انا دايما اقول ان مؤسسات الدولة، ده يمكن نجاح فكرة تطوير العشوائيات، ان مؤسسات الدولة كلها بتساعد في الجزئية دي. ففي لجنة مثلا معمولة من وزارة البيئة مع التنمية المحلية مع التضامن معانا، بنشوف ازاي كمان ان احنا يمكن نقدر نوفر لهم فرص عمل احسن، يعني بدل مجرد ان هم بيفرزوا، لا انا ممكن اخليهم يدخلوا مرحله تصنيع او درجه من درجات التصنيع، فبالتالي هيدر عليهم دخل اكتر، يبتدي يعني تفكير، يعني احنا ما بنفكرش بس في حته ان انا بنقل الناس، لا ازاي ان هم يستمروا بعد كده، ده مبدا اساسي عندنا برضه. تمام. ده نتنقل للاسواق النهارده. انا حضرتك يعني بتتحدد بناء على ايه؟ انا النهارده عندي مكان او انا بائع في سوق زي سوق التونسي، حضرتك لما اجي اتنقل مثلا لسوق تاني ببدا تتقيم ازاي، او ايه اللي يثبت ان انا ليا حيازه، وايه يعني ايه الاشتراطات بتاعتها عشان اكون انا بائع مثلا في سوق طيب التونسي اتحول لسوق يبقى ليا مقر او مكان الدوله بتديهوني؟ طيب اوضح برضو، هو الاسواق دي كلها اسواق عشوائيه، بمعنى ان لا هم مرخصين، تمام. انت عارف السوق التونسي كان هم 5 اسواق مع بعض، دي شوارع، يعني دي هم شوارع بيتعاملوا في موجوده وهم الرصيف. قعدوا في الشوارع وبنوا، فدي كلها مخلفات. انا اقصد يعني كل الحاجات العشوائيه اللي بنتكلم عليها دي تعديات على املاك الدوله، فانا اماكن ببدا الدولة انقله علشان ده رزقه او مصدر رزق بالظبط. بتاعه. فاحنا وفي نفس الوقت احنا يهمنا، احنا بنقول ده هيبقى اقتصاد رسمي يعني لمصلحتهم ولمصلحه الدوله، خلاص انا بقى عندي حصر. لان تعرف في بعض الاحيان يعني ممكن مثلا بنحتاج نعرف عدد الباعه مثلا في مجال معين، تمام. لان ده بيفيد في حاجات تانية. فحته ان انا ابقى اقتصاد رسمي ده كويس ابدا لاصحاب اعمل المهن حصر وفي لكل نفس حاجه انا الوقت عايزها. بالظبط للدعم. فاحنا في الحقيقه اي سواء بقى مناطق عشوائيه او اسواق، الاول بنعمل حصر طبعا لكل منطقه او كل سوق عندنا حصر بيه بالكامل. طبعا الاساس في الحصر طبعا لان دي لجان قانونيه بيبقى المحافظه اللي هي الجهه الاداريه المختصه، فاحنا قبل ما بنبتدي نطور بيبقى عندنا الحصر وهو على اساسه نقدر نعمل المشروع. يعني ان انا مشروع ازاي بحدد ان انا محتاج مثلا 1000 وحده سكنيه، ما انا بناء على الحصر. نفس الموضوع برضو الاسواق، بحدد ازاي عدد الوحدات البيع اللي انا محتاجها من خلال الحصر. وبيرجعوا تاني طبعا، انا مش عارف حضرتك شفتوا السوق التونسي دلوقتي عامل ازاي، والله طبعا شفناه حاجه طبعا. يعني محترمه جدا، وفي
الخدمات كلها متوفره هناك، مناطق للشحن او سوق، وشفنا كمان اسواق في حلوان متطوره، يعني في زي وفي سوق ده في، انا ما بتكلمش وفي حتى لو ما اماكن اتكلمناش على في القاهره اسواق بس، كتير جدا يعني يعني في في كل مثلا اماكن، بورسعيد، في اسماعيليه سوق السمك، سوق الجمعه، كل ده سوق اتغير. الموبيليا، كل الحاجات دي. تمام. وكمان الطراز المعماري فارق كتير جدا في كل المحافظات ديت يعني. لو انا بالنسبه لي كمواطن لما اخش سوق بقى كل حاجه انا عايزها في مكان واحد، في مكان امن بيتحافظ عليا، فبرضو احنا عايزين ان انا مثلا النهارده هل دي ليها اشتراطات ان انا كبائع اني انا اروح اخد موافقه، ولا هل دي بتتم في المحافظه، لا، ولا ما زي ما قلت حضرتك، هو تقييمها؟ ده حصر يعني، تمام. هم عندهم المحافظه عندها حصر بكل الباعه اللي كانوا موجودين في السوق القديم، وهم نفس الباعه دول اللي بيروحوا يتسكنوا تاني، تمام. لان خلي بال حضرتك برضو يعني في بعض الاسواق دول بياخدوا تعويض، يعني احنا الفتره اللي هو انشاء السوق دول بياخدوا تعويض، عشان ما هو الراجل ده هو ده مصدر عيشه الوحيد، فبرضو باتفاق ما بيننا وبين المحافظات بياخدوا تعويض طوال فتره انشاء السوق، زي ما بنعمل مثلا في المناطق اللي بنطوق زي مثلا ماسبيرو، الناس واخده 40,000 جنيه مثلا فتره التطوير اللي هي 3 سنين، فالناس بتاخد تعويض، فبالتالي متسجلين في المحافظه، هم اللي بيرجعوا تاني وبيستلموا وحداتهم، وابتدي بقى يبقى يعني زي ما بيقولوا اقتصاد رسمي بقى، ان انا خلاص ببقى النشاط مرخص، عندي عداد كهرباء، ميه، عندي كل بالظبط. خدماتي بس بطريقه رسميه يعني. ده بينقلنا للمناطق. انا النهارده مثلا في منطقه، في قاعد في منطقه بدات تتطور، انا كمواطن شفت حد بدا يقلب الدنيا تاني او يبني تاني مخالف، او ليه يعني انا ليه حق كمواطن ان انا اتصل ابلغ، وابلغ مين؟ ايه الجهه اللي انا ابلغها ان انا موجود النهارده ان في حد بيخرب الطراز المعمول تاني؟ او زي ما مناطق كتير شفناها، شفنا بعض الاماكن السكنيه بيفتحوا الشقق اللي تحت محلات، وهل الموضوع ده اتغير وبقى فيه ما دي بقى رقابه عليه؟ تمام. لا طبعا، احنا زي ما قلت حضرتك ان احنا يمكن يعني احنا في عقود اتعملت وتوثقت من مجلس الوزراء، وده العقد ده بيطبق في جميع المحافظات، زي ما اتكلمنا من شويه ان الدوله عملت يعني اكتر ما عليها، وخلينا نقول اللي عليها، عشان كده المواطن عليه التزام. العقود متحدده جدا يعني، اللي بيغير في النشاط يعني، لو وحده سكنيه عملها محلات بتتسحب منه فورا وما بيستفدش بعد كده من الدوله نهائي. تمام. احنا كل الناس اللي بتتسكن بيبقى بطاقه الرقم القومي للزوج والزوجه، يعني في داتا بيز كامله يعني، عشان ما يحصلش تلاعب. فبالتالي لا طبعا في عقود وصارمه جدا، ما فيش تغيير في واجهات البيوت، ما فيش تغيير نشاط، الكلام ده كله شقه بتتسحب فورا. بس احنا كنا بنشوف الكلام دوت بيبقى كلام على ورق، احنا شفنا مثلا مناطق زي المناطق الجديده سابقا كان الشقق اللي تحت كلها قلبت محلات، ودلوقتي بقى بيبيعوا بقى خلاص لا لا، ما رسمي الكلام ده زي ما، المناطق الجديده مثلا في 15 مايو، في اكتوبر، في المناطق الجديده كلها لا هو بص بقت حضرتك، كده. وده مرفوض تماما، انا بتكلم بالنسبه لي انا كمناطق عشوائيه عشان بس تمام. ما، بس يعني ده مرفوض تماما، حتى يعني كان ابتدى خطوه حصلت يمكن، ويمكن كان جرايد كتيره جدا نزلتها وقالت دي في الاسمرات، وما كانتش في الاسمرات في الحقيقه، كانت جزء في بورسعيد، وعلى الفور المحافظ سحب الوحدات دي من الناس. اي تغيير في النشاط او اي تلاعب او بيع، مثلا في ناس بتبيع الوحدات السكنيه يعني بتاخدها وتبيعها، كل الكلام ده بيتسحب وما بيستفيدوش من الدوله تاني، ودي عقود طبعا، وفي اجراءات قانونيه. لا ما حدش بقى بيسكت يعني، انا زي ما قلت حضرتك احنا في واجب على الدوله عملته، وفي التزام على المواطن لازم هينفذه. امتى هنوصل في مصر لمرحلة ما عندناش عشوائيات نهائي؟ والله زي ما قلت حضرتك من شويه، ان احنا بالنسبه لنا الغير امن ان شاء الله يعني نهايه 2020، عشان كده يعني خلال الايام القادمه دي هيبقى في مشروعات كتيره جدا جاهزه للافتتاح، في حوالي 6 مشروعات اللي انا قلت حضرتك عليهم اللي هم هينتهوا 20 يعني في حاجات في شهر 6، حاجات في شهر 3 وشهر 12، اللي هو اخر مشروع هيبقى ماسبيرو ده في شهر 12 2021، كده يبقى المناطق العشوائيه غير الامنه انتهينا منها. الغير مخطط والاسواق زي ما قلت لحضرتك ان احنا قدامنا ال 20 30. هل لا في مناطق يعني غير مخطط ممكن برضو الناس فيها تتنقل، حتى لو في يعني الدولة كفي في مشاريع قومية او ايا كان ممكن الدولة تستفيد بالموقع ده ايه، والبيوت دي قايلة للسقوط او حاجة ان هي تتشال ويتعمل وهم يتنقلوا في اماكن تاني اكثر تحضرا زي مثلا حي الاسمرات؟ طيب، هو ده يمكن هو فعلا في يمكن ده توجيه من السيد الرئيس،
ان احنا فعلا في يمكن اعتقد ناس كتيره سمعت الفتره اللي فاتت ان احنا في انشاء مشروعات متكامله الخدمات او مشروعات حضريه متكامله الخدمات على غرار الاسمرات وبشائر الخير في عواصم المحافظات والمدن الكبرى بالمحافظات. هو ده يمكن الجزئيه اللي انت حضرتك بتقول عليها دي، احنا بنقول ايه، هتبقى رصيد سكني موجود عندنا. يعني بدل ما احنا دلوقتي بيحصل مشكله، لو انا فاهم بقى قصد حضرتك، ان ممكن حد يكون مثلا عنده وحدته او بيت مثلا قايل للسقوط بتبقى مشكله، هنوديه فين؟ لا، هيبقى في رصيد سكني. الفكره جت في الحقيقه ان يعني ان القياده السياسيه شايفه ان في اراضي كتيره جدا سواء ملكيات دوله او قطاع اعمال اللي هو كله يعتبر ملكيه الدوله يعني، ومش مستفاد منه. زي ما احنا في قطاع اعمال كتيره جدا بتبقى عباره عن مخازن او مصانع مثلا كانت شغاله واغلقت بقى لها فتره كبيره، فاراضي موجوده في اماكن مميزه وما بتستفادش بيها. فهو في الحقيقه في توجه ان شاء الله، ويمكن يعني مش عايز اسبق احداث، بس انا عايز اقول لحضرتك ان على ارض الواقع ابتدى فعلا يعني في دلوقتي رفع مساحي بيحصل لمناطق كتيره جدا، في جسات ابتدت تحصل في الارض، ده اللي احنا ففي بنعرفه شغل لحضرتك كتيره. عشان يبقى حصر البرنامج بتاعنا ان اه احنا هو نقول في ايه الحقيقه ده التطوير. لسه موضوع، لسه موضوع جديد، بس يعني عشان هو توجيه من القياده السياسيه، وفي الحقيقه دوله رئيس الوزراء هو اللي بيشرف عليه بنفسه. ف يعني في حوالي 7 محافظات هيحصل فيها شغل او ابتدى فيها الشغل بالفعل، ابتدوا ينزلوا يعملوا الرفع المساحي. الشغل هيبقى من خلال الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، ابتدوا ينزلوا التصميمات ابتدت بتتنفذ. فخلال 12 شهر هنشوف رصيد سكني غير عادي في عواصم المحافظات احنا ان شاء شايفين الله. النهارده كمان يعني في التطوير حتى يعني الدوله ماشيه مع كل حاجه بالتوازي. يعني النهارده بنشوف الاسكان كمان اسكان اجتماعي غير طبيعي، اول ده مره حقيقي. في مصر نشوف كميه الشقق اللي موجوده. كنا زمان بننزل نشوف، لا تقدم ممكن تيجي ممكن ما تجيش. النهارده ما اظنش ان في حد في مصر ما بيقدم على هو شقه بص، وما بيلاقيهاش. ما هو ده الهدف يمكن اللي انا بقول لحضرتك، المشروعات اللي اتقالت يمكن ده سياده الرئيس كان قالها في افتتاح الاسمرات، كان في شهر 4 اللي فات تقريبا، الاسمرات 3، لما قال ان اي حد هيطلب وحده سكنيه هيلاقيها. اللي احنا يمكن من ضمن يعني احنا عندنا المشروعات اللي انا بقول لحضرتك عليها اللي هتتنفذ خلال الفتره دي، اللي هو سكن لكل المصريين، اللي هيبقى محتاج شقه هيلاقيها. الجزئيه الثانيه احنا هيبقى عندنا رصيد للمناطق العشوائيه او الغير مخططه. انا مش شرط ان المناطق الغير مخططه، زي ما قلنا ان في مناطق انا ممكن ما اقدرش يعني اظبط فيها، لو هي شوارع ضيقه بالظبط. قوي حالتها الانشائيه مش كويسه، انا ما ينفعش منطقه اعمل فيها المرافق وهي اصلا انشائيا مش كويسه. فلا، هيبقى في بديل ليهم تاني وفي اماكن مميزه جدا على فكره. يعني كل المناطق اللي هيتم بناءها الفتره اللي جايه زي ما قلت لحضرتك متكامله الخدمات وفي اماكن مميزه جدا. يعني التطوير في التخطيط، يعني مثلا احنا حضرتك بتتكلم عن الاماكن الضيقه، طب الاماكن المؤهله ان انا اطور فيها هنطور فيها زي ايه؟ يعني احنا هنخليها مظهر حضاري زي ايه؟ يعني النهارده مثلا من شروط الترخيص ان انا لازم اعمل الواجهه بتاعت البيت، فاصبح ان انا دي حاجه حضاريه. المظهر العام في الشوارع حضرتك هتوصله لايه؟ هو بص، يعني خليني اقول برضو، يعني هو في نقطه عشان بس في خلط شويه. احنا بالنسبه لنا طبعا زي ما قلت لحضرتك احنا يمكن بنشتغل بنحدد حجم القضيه الاول، وبعد كده بنبتدي نحدد التمويل اللي احنا عايزينه والخطه اللي هنخش بيها ايه. يعني مثلا احنا كان عندنا في الغير امن احنا محددين المناطق العشوائيه اللي هي درجه اولى اللي هي بتمثل خطوره، دي انا ما ينفعش اطورها في نفس المكان، لا بطورها لاقرب مكان. مثلا الدرجه الثالثه ده انا بالتعاون مع الوزارات المختلفه زي البيئه الكهرباء بقدر ازاي اعالجها. نفس الموضوع برضو بالنسبه للغير مخطط، انا بحدد يعني احتياج كل منطقه. بس في نقطه، هو الغير مخطط مشكلته اكبر شويه، يعني تمام مشكلته مش على الانسان. يعني احنا الغير امن ده بيمثل خطوره على حياه الانسان، تمام مشكله الغير مخطط ما بيمثلش خطوره على حياتهم، بس يعني في مشاكل كتير، مشاكل سواء بقى صرف صحي، ميه، ما فيش خدمات الطرق اصلا، مرافق يعني مرافق كامله هي ما فيش. بالظبط. بس هو ده طبعا نتيجه ان انا خالفت القانون يعني. بالظبط، ده يعني دي فده غلطه من المواطن. عشان كده انا النهارده الدوله نزلت بتقول لي اتصالح، فانا رحت اتصالح، فانا عشوائيات بتكلم النهارده. انا بقى كمواطن النهارده
هستفيد ايه؟ انا النهارده موجود في منطقه هي يعني هي مش مؤهله قوي، بس ممكن بالخدمات اللي هتدخل لها، برصف الطرق، بالكلام ده كله هيطور مني. طيب فهل ده انا انا برضو مش كمواطن عايز هلاقيه اربط ولا قوي لا؟ التصالح بالموضوع مش بتاعنا تصالح، احنا. مش ربط. لا انا اقصد يعني اصل ممكن التصالح ده يعني زي ما قلت لحضرتك في البدايه ان هو ليه اشتراطات احنا بنقول معينه. التصالح في المناطق العشوائية. غالبا اللي التصالح اللي حصل مش هيبقى في مناطق عشوائيه، تمام. يعني لانه انا اعتقد ان هو التصالح مش هينفع على مخالفه شروط بنائيه. تمام. تمام، انا بتصالح ممكن على يعني تغيير نشاط، بس ايا كان. يعني انا بقول لحضرتك ان احنا بالنسبه لنا المناطق احنا محددين زي ما قلت لحضرتك عندنا 152 الف فدان، دي مناطق عشوائيه غير مخططه، وهو ده اللي هندخل فيه. بس انا مش حابب قوي اربط عشان مش حد لا مش ان ربط، انا انا مش بعمل اتصالح ربط. لا فانا لا لا لازم لا ان انا هيخش لي، لا لان مش ممكن هعمل تكون مش ربط، منطقه ده موجوده مش عندنا. ربط. تمام. انما بالنسبه لنا طبعا احنا عندنا رصد بالمناطق العشوائيه غير المخططه بالكامل، واحنا على فكره احنا منفذين اكتر من 57 منطقه يعني في الفترة اللي فاتت، ومستكملين زي ما قلت لحضرتك. فالأماكن متحددة عندنا، متحدد إيه يعني التدخل اللي هيحصل إيه. إحنا الأولوية عندنا طبعا يمكن بنحط شروط يعني أساسية، إن أنا ما ينفعش أصرف على منطقة وبعد كده يحصل فيها حفر تاني أو حاجة كده. تمام. فعشان كده دايما لما بخش المنطقة رقم واحد إن أنا بعمل الصرف الصحي، يعني مياه الشرب والصرف الصحي. بعد كده لو في كهرباء مثلا كابلات ارضيه يبقى بعمل الكابلات. اخر مرحله عندنا اللي هو الرصف تمام. عشان ما ارصفش وابتدي تاني يعني. فبنخلص عشان كده، ولو في غاز كمان بيبقى بالتنسيق مع الشركات، لان يعني بالضبط. مش الصندوق طبعا اللي بيكلف الغاز، لان دي شركات ويعني هي اللي بتنفذ المشروع. فان شاء الله هيحصل. يعني احنا زي ما قلت لحضرتك احنا في تجربه عملناها، يعني كنا في الجيزه عاملين 13 منطقه، في القاهره 17 منطقه، وفي حلوان كان 15 منطقه، ودول اتطوروا بالكامل. غير في مناطق في المنيا وفي مناطق في البحر الاحمر، كل دي مناطق غير مخططه زي ما حضرتك بتقول، اللي هي الحاله الانشائيه جيده. فانا تمام. باكد على الجزئيه دي ان بتبقى الحاله الانشائيه جيد. جيده. تمام. فده بالتالي احنا بنتدخل وبنعمل يعني الرصف سواء بالانترلوك او الاسفلت حسب عروض الشوارع، اعمده الاناره، كوابيل الاناره، لو صرف صحي او ميه، الكلام ده كله بيحصل. فاعطاء يعني بص حكايه الطفره اللي احنا شايفينها كلنا في العمران، يعني اعتقد الناس لازم لوحدها تطمن. بالضبط. يعني ما احنا فيش حد، بنتكلم يعني احنا يمكن شايفين احنا دخلنا مرحله اللي احنا بنقول التطوير العمراني، مش ان انا بعالج مشكله عشوائيات بس، لا ده انا بعمل تطوير للعمران زي ما حضرتك قلت اللي هو الواجهات. يعني خليني اقول يمكن الناس كلها عارفه اللي هو المظهر الحضاري. عين الصيره مثلا كانت شكلها عامله ازاي، اللي هي ده سور مجرى العيون والجزئيه دي، وشوف بنتكلم عن دلوقتي طفرة مش شكلها عامله طبيعية، ازاي. دي حقيقة. فده توجه في الحقيقه للدوله ان احنا بنعيد المظهر الحضاري تاني لمصر كلها، يعني مش القاهره بس. تمام. نطلع فاصل إعلاني ونرجع لحضراتكم مرة تانية. فرح يقرب خلاص ومش عارفة هعمل ايه في جسمي، نحيف وكمان شعري متقصف وبيقع بشكل غير طبيعي، ده غير بشرتي، مش عارفة اعمل ايه، ويا ترى ايه الحل؟ ما تقلقيش، الحل مع سارة ستور، لان منتجات بيكافي لزيادة الوزن والعكس وغيرها من الكريمات اللي بتساعد على نحت الجسم والتخلص من الكرش والجناب، مكونة من الأعشاب الطبيعية وبأجود الخامات. مش بس كده، والمنتجات الكاملة بالعناية بالبشرة والجسم وعلاج حب الشباب. ومفاجأة سارة ستور إن النتيجة هتشوفيها في أسرع وقت. وعندهم كمان كريم معالج الشعر اللي بيحافظ على نعومته وبيمنع التساقط. اختار اللي يناسبك. كل منتجات سارة ستور موجودة على جروب الفيسبوك بتاعنا. مع سارة ستور هتبقي أجمل عروسة. فرح يقرب خلاص ومش عارفة هعمل ايه في جسمي، نحيف وكمان شعري متقصف وبيقع بشكل غير طبيعي، ده غير بشرتي، مش عارفة اعمل ايه، ويا ترى ايه الحل؟ ما تقلقيش، الحل مع سارة ستور، لان منتجات بيكافي لزيادة الوزن والعكس وغيرها من الكريمات اللي بتساعد على نحت الجسم والتخلص من الكرش والجناب، مكونة من الأعشاب الطبيعية وبأجود الخامات. مش بس كده، والمنتجات الكاملة بالعناية بالبشرة والجسم وعلاج حب الشباب. ومفاجأة سارة ستور إن النتيجة هتشوفيها في أسرع وقت.
وعندهم كمان كريم معالج الشعر اللي بيحافظ على العمق وبيمنع التساقط. اختار اللي يناسبك. كل منتجات سارة ستور موجودة على جروب الفيسبوك بتاعنا. مع سارة ستور هتبقي أجمل عروسة. رجعنا لحضراتكم مرة تانية عن تطوير العشوائيات وتطوير، يعني احنا النهاردة بنتكلم عن طفرة مش طبيعية. احنا بنتكلم النهاردة عن تطوير في كل حاجة، تطوير في الشوارع بتاعتك. يعني انا النهاردة قاعد في منطقة عشوائية، النهاردة الدولة بتوفر لي، حطت 4 نقاط أساسية علشان تطوير العشوائيات. لو حضرتك قاعد في منطقة غير آمنة هتتنقل من المكان اللي انت فيه، هتروح لمكان آمن. لو حضرتك قاعد في شوارع البناء بتاعك سليم والأرض بتاعتك سليمة ما فيهاش مشكلة، حضرتك هيطور لك من المكان اللي حضرتك قاعد فيه علشان يبقى مكان حضاري. يعني كنا عايزين يعني آخر كلمة نقولها لحضرتك، عايزين نعرف من حضرتك كلمة توجهها يعني إيه للجمهور، لو أنا قد إيه الدولة، إيه اللي محتاجاه الدولة من الناس علشان نقدر نساعد مع الدولة. والله اللي انا شايفه ان الدوله بتلبي رغبات الناس، بس احنا اللي يهمنا يمكن خلينا نقول ان احنا دايما بنقول ان يمكن انا بكلم تحديدا في ملف تطوير العشوائيات، اعتقد ان دي مكتسبات مش هقول للدوله، لا ده للمواطن وللدوله، فلازم نحافظ عليها. هو ده اهم حاجه، ويمكن اعتقد ان النجاح ده ظاهر. احنا يعني الاسمرات بمراحله الثلاثه بقاله اكتر من 4 سنين يعني الناس ساكنه هناك، واي وقت اي حد يزور المنطقه دلوقتي هتحس ان هو المشروع لسه افتتح جديد. فاعتقد يعني المواطن بقى عنده وعي وادراك بمسؤوليته، فدي حاجه كويسه، وده اللي انا بتمناه. يعني احنا دايما بنقول يعني اهالينا انتوا شايفين ان الدوله لبت، او يعني ده حقكم طبعا، فلازم احنا يعني برضو نحافظ عليها، لان في الاخر دايما بنقول ان دي مكتسبات للمواطن. حرام ان انا يعني بعد المجهود اللي حصل ده ان انا ارجع عشوائيه تاني. نشكر حضرتك دكتور ايهاب الحنفي المتحدث والمنسق العام لصندوق تطوير العشوائيات برئاسه مجلس الوزراء. شكرا يا فندم. شكرا جدا. هنطلع تقرير مع حضراتكم للاخبار اليوميه، نطلع فاصل اعلاني ونرجع للتقرير.